الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إن شاء الله عندي تعليق على مقال نشره واحد اسمه صلاح الدين الخنجر، تابع لجمعية الإمام الأشعري والمجمع أظن الصوفي حسب ما بيسموه. المقال هو عبارة عن تحليل ورؤية بتاعته فيما يتعلق بالأزمة اللي بتمر بها البلاد هذه الأيام، من الغلاء في الأسعار وغيرها. والموضوع بتاعه ده عبارة عن رسالة بيوجهها للحكومة وللتجار ولغيرهم. وأولا أنا أقول يا أخواننا، الجميع اللي بيتابعوا الحلقة بتاعت أخواننا دي أو غيرها من المنابر يعلم تماما منهجنا نحن أو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده، فيما يتعلق بأمور الحكام والتغيير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنه المسلمين يصبروا على الحاكم وينصحوا فيما بينك وبينه، صلح الخطأ ويقوم الحاكم والمحكوم، والنصيحة تكون للحاكم وللمحكوم ولعامة المسلمين وللعلماء، وأي واحد منهم نصيحته بتختلف من الثاني، نصيحة العالم بتختلف من العامي، ونصيحة الوالد بتختلف من نصيحة الإنسان العادي. الوالد عنده خطاب: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. لاحظ هنا كيف خطاب الوالد: يا أبت يا أبت يا أبت. خطاب يختلف من لما تتكلم مع عامة الناس. الخطاب مع الصغير بيختلف من الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام يا غلام، دي انت ما بتقولها لابوك صح؟ ده خطاب الصغير: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خطاب الحاكم بيختلف من ديل الاثنين. ربنا قال: فأتيا فرعون امشوا له، وهذا شرط في مخاطبة الحاكم وفي نصحه، تمشي له ما تتكلم عنه في العلن أمام الناس. لأنه هنا أنا ما بنصح حاكم، هنا في حلقة الحاج يوسف الحاكم ده معروف مكانه وين. نصيحة الحاكم بالذات عندها خصوصية في الشريعة الإسلامية. أسيت لما تتكلم عن البرعي ولا عن غيره من الصوفية ولا من الضلال، بنط لك واحد بيقول لك امشي له يا مولانا. لا، انت ما بتعرف الشريعة. العالم والداعية داعية خير ولا شر، الكلام عنه ما يحتاج تمشي له، اللي بتمشي له ده الحاكم. ربنا قال: فأتيا فأتيا فرعون فقولا له قولا لينا. ده للحاكم. لماذا؟ لأنه الحاكم أولا قالوا صاحب هيبة وبطش، ما زي غيره. ما انت كزول مسلم زيانا رتبتنا واحدة في الدولة دي، نحن في البلد دي تتكلم معاي بتكلم معاك. أما الحاكم له سلطان وله هيبة، وكسر هيبة الحاكم لا تجوز، ما بيجوز تكسر هيبة الحاكم، لأنه هو الذي به ترد المظالم وتحفظ الحقوق
ولو لم يكن له من الهيبة والعظمة كان الأمر بيبقى فوضى. لذلك قال السلف: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالوهم سادوا. الناس لابد لهم من سلطان، برا كان أو فاجرا، عشان يأخذ بالمظالم ويحمي المظلوم ويحمي الحقوق ويحقق الأمان. لابد للناس من حاكم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال، بيتكلم عن الزمان اللي بيجي بعده، قال فيه حكام ظلمة، قال ستجدون بعدي أثرا، راجع الأحاديث. الناس اللي بيختلفوا معانا في الموضوع ده ما عندهم حجة، بينظروا ساي ولك يا مولانا معقول يا أخي انتم ما قدر تتكلموا عنهم، يعني بتغروا الظلم اللي علينا ده، يعني ده ظلم علينا. انت ما قريت دين، دين ما قريت، انت بتنظر ساي، انت قريت حاجة في كتب الدين؟ ما قريت اي شيء. انت اخو مسلم راسك قرعوبة، صوفي راسك فاضي، ما راسه مليان بحياة. انا جايك لورقته ده، مخه مليان بحياة، لا يفهم في شريعة الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري حديث عبد الله ابن مسعود، قال ستجدون بعدي اثرا. الاثرا ما هي؟ النووي قال الاثرا الاختصاص، الحاكم يختص بنفسه المال وانت تكون مفلس ما عندك حاجة. قال ستجدون بعدي اثرا وامورا تنكرونها، يعني عقلا وشرعا، امور منكره من الحاكم عقلا وشرعا. الصحابه السؤال اللي بتساله انت الليله ده، انت قال الصحابه ما سالوه؟ واحد يقول لك طيب والله نعمل شنو احنا؟ نسوي شنو احنا؟ انت قال السؤال ده جديد؟ انت قال نفسك شاطر يعني؟ انت فالح؟ انت ذكي يعني؟ سالوه زمان السؤال ده بدري. قالوا فما تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ قال أدوهم الحق الذي عليكم، أي من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم. ما قال لك أمشي وقيف في الشوارع وحرق اللساتك وتخرج مظاهرة ودارين حقنا والعيشة غلط. لا، الكلام ده مع إنه كلام نبوة، ده نص، افترض ما يكون في نقاش تاني، لكن لو جيت اخذته من باب منظور عقلي بفهم بسيط، الحاكم صاحب سلطان وصاحب قوة، عنده جيش، انت عندك جيش؟ انت ما عندك، انت شايلك كمشة ومفراكة ومارق برا بتحرق لك فلستك، والحاكم عنده اسلحة واخذ مالك، قول اخذوا حقك ده. انت اما تصبر وتسأل الله يفرج عنك وتكون كده انت مفسدتك اقل، او تمرق الشارع وتبقى مفسدتك اكبر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك، لانه في الاول بياخذ مالك، ضرب ظهرك دي ما بتجي في الاول صح، اخذ مالك، عيشه بجنيه، عيشه بسته جنيه، الحبايه بتاعت القمحه بسته جنيه، اي حاجه. انت فتحت قدومك بيضرب ظهرك، ده النظام كده. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قلوب شياطين في جثمان انس، يعني انت يا اما ترضى بالمفسد الاولى وتسال الله يفرج عنك، لان ربنا سبحانه وتعالى بيفرج عن الناس. لو دعوا ربنا ورجعوا له، انا بجايك للحل ده، قايل الصوفي قال بيقدم حل، صوفي ده صوفي بقدم حل البلد، والبلد الضراء منه غيركم، من الذي ضر البلد وآذى الناس وضيع الشعب ده غير التصوف؟ من اللي ضرانا؟ انا جايك للموضوع ده، لكن انت اعرف انه ها المنهج اللي احنا بنقوله منهج قائم على ادلة من الكتاب والسنة، ولا تظن ظنا انه احنا بنقول الكلام ده رغبة ولا رهبة. ما عندنا رغبة في زول، ما في قريش بدونا له. هسه الواحد اللي يرفع اصبعه يقول لنا احنا اديناكم قريش، ولا تعالوا اتكلموا بكلامنا اللي عايزينه عشان نديكم، نحن ما عندنا شغلة مع زول. لا رغبة في احد ولا رهبة من احد. ما خايفين.
ولو الكلام ده كان دين، لو الكلام في الحاكم بيمثل دين نتقرب به لله، نحن كان بتلقانا قدامك، لانه نحن بنتكلم في اللي بتخاف منه انت وبخاف منه لعينك. نحن وقت بنتكلم في البرعي والمكاشفي انت بترجف يا اخو يا مسلم ويا انصار سنه يا معولك، انت بترجف زي القصبه. وقت بنتكلم في البرعي وانت بتخاف. وقت العكاكيز بتمرق والسكاكين ها، وقت السيوف كان بتمرق في الموضوع ده، نحن بنتكلم لانه ده دين بنعتقده وما بنخليه، بنعتقد انه ده دين. الكلام في البرع والصايم ديمه والمكاشفي والكلام في الترابي والكلام في غيره من المضلين، بنعتقده دين ما عندنا شغله بزول. لكن لو نجد نصا واحدا في القران او في السنه قال تطعن في الحكومه ولا تخرج على الحكومه ولا تهين الحاكم ولا تذلوه ولا تخرج في الثورات، كان عملنا كده. كم من عملها؟ فافهم انه الكلام اللي احنا بنقوله شرع، شرع من الله ومن رسوله عليه الصلاه والسلام. نتعبد به الى الله لا رغبه في احد ولا رهبه من احد كائنا من كان. دي فهمت؟ نجي لموضوع الخنجر. الخنجر اول ايه استدل بها قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. قال وفي هذه الايه، ده معنى كلامه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب يا خنجوري، نحن لما نجي نقول لكم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، بنقول لك هنا العبرة بعموم اللفظ ما بخصوص السبب. بتجي ناطلين يا خنجوري بتقول إنه الآية دي نزلت في المشركين ما تنزلوها فينا، نقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي قاعدة شرعية. هسه جيت لها الليلة يا دوب عرفت العبرة بعموم اللفظ ما بخصوص السبب. واحد. اثنين، استدل بالآية إنه الإصلاح قال يبدأ قال أول خطوات الإصلاح العملية دمج بعض الوزارات وتغليصها وتسريع عدد من الوزراء، مين برنامج كده؟ يعني يطردوا وزراء ويخلصوا شغل المهام بتاعتهم وكده، دي أول خطوات الإصلاح. والآية اللي استدل بها بعد كم موضع قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلى آخر الآية. طيب هاي الآية دي قالت يسرحوا الوزراء، الحل يسرحوا الوزراء، وهل المشكلة في الآية مشكلة بتاعت وزير؟ أقرأ معايا الآية. ربنا قال: وضرب الله مثلا قرية، القرية دي مكة، كانت آمنة، أمان تمام، ما عندهم أي مشكلة، مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا، رغد يعني كثير من كل مكان، لأنه إبراهيم عليه السلام قال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم شنو؟ من الثمرات. إبراهيم دعا عليهم الله يرزقهم من الثمرات مع أنهم في وادي شنو؟ ما فيه زراعة. طيب القرية دي كان بيجي رزقها رغد من كل مكان، قال السبب شنو؟ اللي ضيع منهم الرزق فكفرت بأنعم الله. إذا المشكلة شنو؟ مشكلة الشرك يا خنجوري، الشرك. فكفرت بأنعم الله، النتيجة شنو؟ فأذاقها الله لباس شنو؟ الجوع والخوف، السبب بما كانوا يصنعون. مشكلة فيهم، هم أشركوا بالله، ربنا أذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالآية دي يا خنجر أنت ما فاهمها. الآية دي دليلنا نحن إنه أنت واحد من الأسباب، وما براه ما في جماعة تاني جواكيم أكبر منه، وده ما ولد صغيروني قايم فيها جديد، الخنجر ده قايم في الشغلانة دي جديد. أنت وقت تجي تقول يجيك وهابي
يقول لك أسأل الله ينزل المطر. أها بتسأل الله والله ما بديك مطر، ده شرك ولا ما شرك؟ والشرك ده كيفه؟ الشرك ده عنده حاجة، عنده قرون ولا عنده ضنب؟ شنو الشرك ده هو ذاته؟ تسأل الله والله ما بديك، ده شنو يعني؟ كده سموه ليتو انبعلو، ده شنو؟ ده هو الشرك ذاته اللي بيجيب البلاوي القاعد في الكتب دي. طيب بعد ده قال أول الخطوات العملية للإصلاح دمج بعض الوزارات. يا أخي لو سلمنا جدلا معاك وناقشنا معاك الموضوع ده من ناحية اقتصادية، انت قرأت اقتصاد يا خنجر؟ قرأت اقتصاد وين؟ وهل تخيل معي، هل لو دا نناقش مثلا ضائقة اقتصادية ما في بلد ما، هل بنبدأ أولا بتضييق المنفقات الخارجة ولا احنا بنكثف الانتاج؟ في حاجة اسمها تكثيف الانتاج. اول حاجة انت بلد ما عندك انتاج ما بحل لك ده كله، انت لو عندك انتاج ده ما بيفرق معك بحاجة، لكن انت لو ما عندك انتاج، لو ما عندك الا وزير واحد بس، فد وزير في الدنيا دي شت واحد، وما عندك انتاج بيجوع برضو الشعب ده بياكل شنو؟ وده ما موضوعك انت ذاته، ولا انا ولا انت ما من حقنا نناقش مسائل زي دي، دي احنا بعيدين منها. لكن نجي للسبب، قال احتكار السلع لدى التجار الكبار. انتوا يا خنجر كصوفية ما احتكرتوا الدين؟ خليها تحت سلع، الدين ما احتكرتوا؟ انت قبل اليوم الاموال القاعدة عند شيوخ الطرق شوية، الدول يا شيوخ الطرق كانت شوية، ده احتكار ولا ما احتكار؟ وده كله ما موضوعنا نحن، انا بس قريت لك كلامه. طيب بعد ذاك مشى قدام قال لا توجد مهنة اسمها السياسة، وقال للسياسيين امشوا ابحثوا عن مهن لقوت عيالكم. بالله ما في مهنة اسمها السياسة؟ كله ما في؟ كذاب، انت قريت دين؟ قريت وين؟ قال امشوا شوفوا لكم مهنة لقوت عيالكم. انتوا شغالين شنو يا الخنجر؟ خلينا من السياسيين، ديل مهنتهم خلى. انتوا شيوخ الطرق شغالين شنو؟ الشيخ ده بشيل طورية بيورق الخلا بيشتغل مع الناس، اللي بيجيب لها الاكل منو؟ يقول لك ده شيخ التقابة، التقابة دي اللي بيجيب لها الاكل منو؟ ويقول لك الشيخ بياكل الناس، اوي قال ناكلهم نحن المساكين ديل، ده بيجي بيدفع للشيخ بيدي غنماية، وديك بيجيب الذهب، وديلك بيجيبوا قروش. انتوا شغالين شنو يا خنجر؟ ما هي وظيفة البرع لحد ما مات؟ شغال شنو كان؟ مزارعي؟ ما زرع ولا قطنة واحدة ولا خضرة ما زرع، شغلته شنو كان؟ فكي صح؟ في مهنة في الدين اسمها فكي؟ مهنة الله خلقكم لقتكم مهنة اسمها فكي؟ مهنة اسمها سياسي دي في الدين في، بس الواجب على السياسي يكون صادق واشتغل بالكتاب والسنة، في ما في مشكلة. وانا مش اقصد بالسياسة يكون معارض، ما معنى اسمها معارضة؟ معارضة في الدين ما في حاكم وفي محكوم، الحاكم ده السياسي والمحكوم ينصح الحاكم ويرشد ويقوم بضوابط النصيحة اللي قلناها، لكن معارضة وعد بكرافتة ويجيبوه في التلفزيون ويقول لك ونحن نرى على مستوى هذه البلاد والأطر السياسية والراهن والأوضاع، ده الكذابين ده انجلدوا كلهم، ما في حاجة اسمها كلام زي ده، ده كلام فارغ كله ده كلام فارغ. الرابطين كرافتات دول ضيعوا البلد ذاتهم، واحد يمشي تلقاه قاعد في الدوحة، واحد قاعد في اسبانيا، وقاعد وين؟ ويجي ينظر عبد لك النظارة بتاعته يقول لك طبعا نحن نرى انه الشعب لابد ينتفض، رفع النظارة انتفض، تعال انتفض انت، لكن احنا ما دارين ناكل كسرتنا دي، انت مالك؟ يمرقك الشارع انت ويمشي يرقد بيناك ياكل بتيخة وينوم، شفتها؟ دي المجرمين، ما في مهنة زي دي، مهنة سياسية زي دي في الشريعة ما في. اوعى تمشي تقرا اصلا يقول لك والله انا بقرا علوم سياسية وعلوم شنو عارف، دار تبقى شنو قدام الناس؟ دار تبقى شنو بعدين؟ منظراتي؟ تجي تكذب في التلفزيون وفي الراديو وفي الجريدة ويقول لك عمود، عمود مقطع في راسك، ما في حاجة اسمها عمود، ما ده كله كلام فارغ. نحن اللي بنعرفه انسان يسوس الناس اي يقوم على دينهم
وعلى دنياهم بما يصلح الدين من الكتاب والسنة، وبما يصلح الدنيا من الكتاب والسنة وتقوى الله عز وجل. ده اللي احنا بنعرفه، ده اسمه الحاكم وهو السياسي. اما غيره من الجماعة دي الرمثانة يركبون بسطونة كلهم، والجماعة جلدتهم الحكومة ديل. طبعا فؤاد قال ده يعملوا مظاهرة قبل ايام، مارقين الكودة ومعهم منو معارف شلة كده، مارقين مظاهرة. انت قال بخلوك ويا زال طب تلعب ولا شنو؟ قفلوا لك ودوا شاليه ولا وين ما عارف؟ شاليه ده بتعرفه؟ ده سجن هناك في دارفور، والله ده يودوك لا تعرف حاجة ذاتهم. ده ودوا شاليه هناك، وانا بقول لهم لحقوا الجماعة ذاتهم. اي زول ها يلعب بالدين حقه انه يؤدب، ده الشرع كده. ما تلعب باعراض الناس. انتوا دارين تجيبوا لنا فتنة في البلد دي زي ما الناس شافت ايام المشاكل الدوروها الجنوبيين هنا في البلد دي تعد جنقرن، ما الناس شافوا بعينهم اللي حصل. يوم واحد بس ادبوا الشعب ده كله، والناس ضاقت مراير الفوضى، والناس عاشت ايام او يوم من الفوضى انتهكت فيه اعراض. نحن شفنا بعيننا النسوان الواحده جاريه بتشكي بتقول بناتي شالوي، مره واحده في منطقتنا اغتصبوها 10 طبيبة في صيدلية، 10 اغتصبوها في ليلة واحدة. انت داير زي ده يعني؟ انت داير تمرق من البيت تلقى زوجتك اغتصبوها واختك اغتصبوك ومالك اخذوه؟ انت داير فوضى؟ يا اخي الحمد لله نحن الان بنعمة من الله نعيش في امان واستقرار. تمرق من بيتك تخلي الباب فاتح، تنوم بالليل بابك فاتح ما بدل بيسألك. نحن نعيش في امان ودي نعمة من الله سبحانه وتعالى. دارين يجوا يخربوا لنا الجماعة ديل وبرعاية الخنجر. والخنجر انا شيل استغربت ليه؟ قال احتكار الاموال والسلع، وقال يغلصوا المرتبات بتاعتهم والعملات. يا خنجر يا صوفي انتوا ما قلتوا عندكم كن فيكون، مش كده؟ كن الدولار بكم؟ 33 34 قول عمل 40، ما تقولوا كن فيكون. يا دولار كن بجنيهين، بكره نصبح الصباح نشتري الدولار بجنيهين والزلابي 10 بجنيه، امور واضحه. بنزين كبوا لك ساي مجاني ور، والباقي كبوا لك في راسك. كن فيكون دي بتشتغل بتين يا خنجر؟ كن فيكون بتاعتكم ما جابوهم في التلفزيون بيغشوا على الشعب، يغشوا على المساكين. قال اولاد الشيخ ابراهيم الكبوج قال عندنا سر يقول له شيكم فيكون، وقاعدين هم محكرين في التلفزيون عندك كن فيكون. طيب البلد الغاليه دي انت عاجباك يعني؟ العيشه بجنيه يقول لك كوني بجنيه بنص جنيه، كوني كده. وين كن فيكون بتاعتكم يا صوفيه؟ وبيشتكي واخرج السودان من الازمه، اخرج انت يا خنجر بكون فيكون، اخرج يا سودان. يا سوداننا تكبر، اوه يا سوداننا تكبر، كبروا لنا كده، خرجوا لنا، بلاش كذب معاكم. الازمه دي فضحتكم انتوا يا صوفيه ذاتكم، فضيحه. ما عندكم شغله، ما عندكم موضوع، كذابين. ثاني تعال قول عندكم فيكون، مستهبل. طيب اخر نقطه ختم بها الخنجر وتضحكتني جدا، قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بالله يا دوب عرفت من في السماء، من في السماء تعرفته الان انت؟ دي اخر نقطة في المقال بتاعته. من في الارض منو يا خنجر، ومن في السماء منو؟ تعال ورينا اليوم. من في الارض ده اللي عرفناه انت ما مزنوق الان ومعصور وبتعاني من الجوع، والصوفيه اللي معاك بيعانوا وتعبانين. احنا الحمد لله والله حامدين شاكرين. العيشه تبقى بجنيه بيجيبها الله، تبقى بجنيهين بيجيبها الله، تبقى بستة جنيه بيجيبها الله. رزقنا عند الله، والله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما انا خايفين تب بقوها بسبعة جنيه يعني شنو؟ والجنيه زمان جابوا منه؟ مش كانت بجنيه ولا بنص جنيه؟ كان بيجيبوا لنا منه؟ الله سبعة جنيه الله ما بجيبها؟ بيجيبها برضه. ما عندنا مشكله احنا، اي صاحب عقيده ما عنده مشكله، اي زول مؤمن بالله ما عنده مشكله. تبقى بجنيه بسبعين جنيه ما عندنا اي قضيه احنا. لكن انت يا خنجر بقلت ارحموا من في الارض، منو؟ منو في الارض ديل؟ مش الخالق ديل؟ شعب السوداني البطل مش هنا في الارض؟ كويس عرفناه ونرحم من في الارض.
يرحمكم من في السماء منو؟ يا اخي انا ما تورط رقبتك يا اخي انت. اظن ما حاسي ولا شيء. كان شارب شنو اثناء ما كتب المقال او قبل ما يكتب المقال او بعد ما كتب المقال؟ كان شارب شنو الزول ده؟ يا خنجر بعدين دي فيها إجابة لأشوفها ثانية يا خنجوري أنت عندك. أسا لو قلنا الله في السماء يقول لك في يعني معنى جوا يعني في جوا. طيب نحن في الأرض جوا؟ نحن ذيل ما قلت في الأرض؟ في الأرض مش أرحم من في الأرض؟ فيكم ذول جوا الوطن أنتم؟ في دودة هنا؟ ما في دودة، إحنا فوق الأرض فوق. عشان كده لما تقول في السماء معناها شنو؟ فوق السماء فوق. فهمت يا خنجر؟ ولا لسه انت ما مركز؟ مركز معايا يا خنجر؟ تاني ما تكتب مقال زي ده. وده احنا موضوعنا معاك هسه انتهى، احنا ما رد حلقه كده بنكلم الناس وموضوعنا انتهى معاك. طيب احضره بعدين في اليوتيوب، لكن مشكلتك كلموا فيك ديل اللي بتتكلم عنهم ديل. ديل كلموا فيك ديل ما عندهم حلقه. انت عارف الموضوع ده ولا ما عارفه؟ يقول والفساد والظلم. يا زول انت لو معترف انه ظالم بتورط رقبتك معاه؟ يا خنجر انت ما واعي ولا شنو؟ ركز في كلامك ده. دير كلموا فيك عندهم معاك نظام، ودوك شاليه. بتعرف شاليه؟ بتعرفه؟ ودوك الفاشر هناك والله ينظموك نظام وادبوك ادبك. ها؟ وانا خليها دير الجمله دي خليها كويس. فيرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. دي العقيدة اللي بتحل لنا المشكلة ذاتها يا اخوانا. نحن لو عرفنا من في السماء وخفنا من في السماء، الله لما خفنا منه وعرفنا لله حقه وعرفنا للنبي صلى الله عليه وسلم حقه واتقينا الله، مشكلتنا بتتحل يا ناس والله جد. والقضية دي ليست قضية خاصة بحاكم ولا قضية خاصة بالمحكوم، إنما هي قضية تخص المؤمن. إن المؤمن متى ما اتقى الله ربنا بيجعل له مخرج. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له شنو؟ مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. أرجع لتاريخ الأمة، الناس اللي ما عارف التاريخ بتجود صاي. زمن عمر بن الخطاب كانت في أزمة ولا ما كانت في؟ في عام اسمه عام الرمادة. تعرف الرمادة؟ يا رمادة بتعرف الرمادة؟ الرمادة ده سمي بذلك لانه قالوا ان شده القحط انه التراب ده بقى زي الرماد، ما في زراعه بتقوم ذاته. دع ماذا فعل الصحابه؟ هل خرجوا على عمر بن الخطاب وقال له انت غليت علينا؟ عملوا شنو؟ خرجوا بيسالوا ربنا سبحانه وتعالى، بيستسخوا. وانت يا خنجر قلت الله كان ساله ما بدي ذاته. الله كان ساله ما بدي. ودار تحل لنا مشكلة؟ أسألكم بالله يا مسلمين، ده زول بيحل لنا مشكلة؟ يقول تسألوا الله ما يديكم، نسأل منو يعني احنا؟ بس وروني نسأل منو احنا؟ ندعو منو يعني؟ نقعد ندعو الفقراء؟ الفقراء الراكدين في التراب ولا البرة؟ ندعو يا توفي ونزاتو. البرة جعانين زينا والراكدين في التراب ما عندهم ولا حاجة ذاته. يا أخي ده ذكرني واحد الختمية زمان وكنت لما يكون أظن نميري ولا الحكومة دي ما عارف، طب قالوا لك الختمية جوا جوا السجن. واحد من الختمية اللي قاعدين جوا سياسيين جاتوا حبابته. أو يا ولدي قالت لي والله دعيت لك المراغنة الحيين والميتين. قال لها يا حبوبة ها أدعي الميتين الحيين، هذا اللي قاعدين معي جوا، هذا اللي جوا قاعدين معي هني. أنت مسكين ولا شنو؟ نحن نادلنا جماعة هون جعانين. إذا كان الخنجر الصوفي براو بيجي بيشتكي بيقول في جوع في البلد وفي أزمة ونحن نعيش حالة من الأزمة وشنو معارف الجوع والقحط، بالله ديل انتوا الصوفية اللي بتشكو؟ طيب الجماعة اللي بندهوا فيكم دايما تورطوا. إذا أنت ذاتك جعان وأنت ذاتك بتشكي من الجوع، كيف تنادي الشعب ده تقول له واندهونا واندهوا الفقراء والواصلين ونادوا الصلاح؟ ينادون كيف؟ انت ذاتك جعان. عشان كده نحن بندعو جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها لو دارين اي ازمه تزول نلجا الى الله سبحانه وتعالى. ربنا قال اما يجيب المضطر اذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ نقعد ننده مع الله أحد؟ ولا نرجو لنا في زول؟ بني آدم مخلوق زينا وضعيف. نرجع لله تبارك وتعالى وندعو ونسأله. الصحابة طلعوا مع عمر بن الخطاب ودعا العباس، رفع يديه للسماء فقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب. أعرف المعلومة دي، لا ينزل بلاء إلا بذنب. قال: ولا يرفع إلا بتوبة. قال: اللهم تبنا إليك. قال الراوي: فنزل المطر كأفواه الكرام. ده الرزق بيجي كده. نرجع لربنا اللي خلقنا يا أخي، الرزق عند الله يا أخي، نرجع لربنا. لكن ده بيجي بيقعد بجاب ينبس في الحاكم وما بجوز له، وحرام وشرعا لا يجوز. دي نقطة. اثنان، المجتمع فيه الشرك بالله، فيه الخرافة والبدع، ناس بيعبدوا في القبور ويبنوا في القبب. انت لو قلت الان دارين نغلص العدد بتاع السياسيين زي ما بتزعم انت، نقول لك نحن عندنا من الحل تغلص انت يا صوفي، انت ده تغلص عدد القبب في البلد دي. القبب بيبنوها بكم؟ القبب بيبنوها بكم؟ مليار بيبنيها، مليار ما بيبنيها، مليار ده زمان. 7 مليار لقبة راقد فيها شيخ جوا. الشيخ الجوا ده لو في الجنة ما محتاج للقبة اللي فوق دي، ولو في النار القبة دي ما بتحله. القبة دي بانينا ليه؟ قبة ب7 مليار، وفي ناس ما لاقين بتجار يا صوفي، بتجار الناس ما لاقينه. زي قلت الوزراء نقص في كم قبة في البلد دي؟ كم؟ إسماعيل الولي القبة بتاعته صقعة دهجتها اتفرطقت، مشوا بنوها تاني ولا ما بنوها؟ مالك يا خنجوري ما كنت تجي تقول ده بزار للقروش، ده بزار للأموال، دي أموال أهدرت في غير محلها، ما تجي تشتكي من ده؟ ده ما بتعرفه أنت؟ المولد ده خسروا فيه كم؟ بدعة، بدعة خسروا فيه كم؟ لسه حلاوة المولد بايرة ولا ما بايرة؟ إن شاء الله ما تنباع ذاته، زول ما ياكلها. ده أنت ما بتعاين له كله؟ كم طريقة؟ الميدان الواحد فيه قريب 70 أو 90 طريقة. أي طريقة وصلوا لها كهرباء، وأي طريقة جايبة حلاوة وتدق في نوبات وبيرقصوا وفتة وكل ده، ده بكم؟ دي خسائر ولا ما خسائر؟ تعال حسيبها كلها يا خنجر وزلابية ومواضيع تانية. المهم في أسئلة تانية، الزمن بيسعنا، نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.